أهلا بكم مشاهدي ربع ساعة صحة ومعلومة طبية جديدة للصحة أفضل. مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس بيتأثر أصحاب البشرة الحساسة للتصبغات بسبب الشمس، لكن الأطباء بيقولوا خد بالك، كريمات الوقاية من الشمس مهمة لكل أنواع البشرة للوقاية من الأمراض الجلدية المتعددة. اختيار واقي الشمس حسب نوع البشرة ده من أهم الحاجات اللي بتخلينا نحب واقي الشمس أو نكرهه. فأصحاب البشرة الدهنية ما ينفعش أبدا يستخدموا النوع الكريمي أو مكتوب عليه كريم، يستخدموا أي نوع مكتوب عليه فلويد سائل أو جل، يعني جل، يعني لأن ده بيسمح للبشرة الدهنية بالتنفس، في حين أن البشرة الجافة تستخدم الكريم لأنها محتاجة ترطيب. البشرة المختلطة اللي هي بيبقى عندها دهون في الأريا دي وبقية الوش بتاعها حساس أو جاف، دي تستخدم برضو الفلويد السائل أو الجل. طيب الأثار الضارة لأشعة الشمس مين لي هما أساسين ثلاث حاجات. أول حاجة حرقة الشمس، كلنا عانينا منها ومع أولادنا بالذات في المصايف. هنقول دلوقتي أني وقت اللي لازم أحجب الأولاد تماما والكبار كمان من التعرض أشعة الشمس في الفترة دي. أشعة الشمس قد تسبب بعض السرطانات الجلدية، بس دي الحقيقة مش شائعة أو في نوع جلدنا إحنا، لأن جلدنا فيه مادة بتحمينا اسمها الميلانين أو الميلانين، بتفرزها خلية معينة كده موجودة في الجلد، فدي الحمد لله موجودة بوفرة في نوع الجلد الكودي بتاعنا اللي هو من 4 وطالع. زائد ان أشعة الشمس التعرض ليها بالذات في وقت معين بتقدر انها تخترق لطبقة الجلد التحتانية اللي مش السطحية، وبتأثر على الكولاجين والإلاستيك وتسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد المبكرة في البشرة. فإذا الوقاية من الشمس مهم جدا. زائد كمان في بعض الأمراض الجلدية المريض ما يقدرش يعيش من غير واقي الشمس. المريض اللي عنده البهاق اللي حوالين البق أو حوالين العين أو في الوش ما يقدرش يخرج أبدا هو بيستعمل واقي الشمس. التحسس الجلدي، الأشعة الشمس اللي بتعمل حساسية للجلد، بتسمع شكوى من المرضى إن احنا أول ما نخرج في الشمس وشنا يحمر لدرجة إنه ممكن يورم، يحصل تورم. تمام، الناس اللي عندهم الزئبة الحمراء ده الحزاز. ففي أمراض جلدية استخدام محجبات الشمس فيها مش رفاهية، دي أساسيات. طيب هنيجي بعد كده نقول أسئلة متعددة جدا بنسمعها من المرضى، أي حاجة أشتريها واقي الشمس؟ لا، إحنا هنبص على ثلاث حاجات. أول حاجة نوع بشرتي، لازم أختار محجب الشمس المناسب لنوع البشرة، لأن لو البشرة الحساسة استخدمت نوع غلط أو الدهنية استخدمت نوع غلط هتكرهه ومش هتحطه أبدا. نمرة 2، الرقم اللي بيبقى موجود عليها، بنشوف رقم SPF أو معدل الوقاية 30 40 50 100، معناها إيه؟ ثبت بالدليل القاطع أن 30 بيقدر يحجب ويوقي من أشعة الشمس به لدرجة 97%. لو زدنا 50 هتحجب 98، 100 بتحجب 99%، فالفرق مش جامد قوي ما بينهم، ف30 وطالع كافي جدا. هنلاقي حاجة تانية مكتوبة اسمها water resistant أو مقاوم الماء. يعني ايه مقاوم الماء؟ دي بتنفعني قوي في الأطفال، لأن ده بيسمح ان الطفل أو الشخص الكبير يعني يقدر ينزل البحر أو ينزل حمام السباحة لمدة حسب الرقم ما هو مكتوب من 40 دقيقة ل 80 دقيقة ولسه واقي الشمس، يبقى بيديله وقاية كافية من أشعة الشمس. ده مهم قوي للأمهات في اختيار واقي الشمس للأطفال.